ما هو تفسير حلم رؤية الزبيب في المنام؟ الزبيب يدل على سعة الرزق والمال الخالص والصحة الجيدة والشفاء من الأمراض والأخبار السعيدة وتحقيق الأمنيات، وسوف نوضح ذلك في التفاصيل في هذا الفيديو، تابع معنا. تفسير حلم رؤية الزبيب للرجل. تفسير رؤية جمع الزبيب في منام الرجل يدل على زوال الأحزان والهموم، وتفسير حلم شخص يعطيني زبيب هدية في المنام، هدية الزبيب تدل على تقلد وظائف مهمة أو الترقية في الوظيفة وزيادة العائد المادي. أما تفسير حلم عصر الزبيب في المنام يدل على المكاسب المادية في التجارة أو صناعة الرجل كحرفة ونحوه، وقد يدل على مناسبة سعيدة أيضا. أما إذا رأى أن زوجته تطعمه الزبيب فقد يدل ذلك على ثراء الزوجة فضلا عن الحب بينهما والسعادة الزوجية. أكل الزبيب في منام الشاب العازب يدل على زواجه قريبا. تفسير حلم رؤية الزبيب للعزباء. تفسير رؤية الزبيب في منام الفتاة يدل على تحقيق الأمنيات والأحلام، فرؤية الزبيب بكميات كبيرة يدل على حصولها على مبلغ مالي من إرث أو وظيفة تدر عليها كثيرا من المال. تفسير رؤية الزبيب يدل على الزواج من شاب وسيم ذو حسن الخلق. تفسير حلم إعطاء الزبيب لصديقة أو أحد الأقارب يدل على العلاقات الاجتماعية القوية والترابط العائلي. تفسير حلم رؤية الزبيب للمتزوجة. إذا رأت المتزوجة الزبيب بكميات كبيرة أو صندوق مليء بالزبيب يدل ذلك على نهاية الخلافات الزوجية وزوال الهموم والأحزان وتحسن الأحوال المعيشية. إعطاء الزبيب للزوج يدل على السعادة الزوجية ومدى الحب والتفاهم الذي يجمع بينهما. جمع الزبيب أو حصاده يدل على البركة في المال والولد. إذا رأت أنها تقوم بتوزيع الزبيب على الأهل والأصدقاء والجيران يدل ذلك على تمتعها بالذكاء والعقل والحكمة والترابط العائلي والعلاقات الاجتماعية الناجحة. شرب عصير الزبيب يدل على الهدوء والاستقرار وراحة البال، وقد يدل على الشفاء من الأمراض الخطيرة. إهداء الزبيب لزوجها أو لأحد أفراد عائلتها يدل ذلك على العلاقات الجيدة. تفسير حلم رؤية الزبيب للحامل. إذا رأت الحامل أنها تأكل الزبيب فهذا يدل على تمتعها بالصحة الجيدة وتمتع جنينها كذلك بالصحة الجيدة. إذا رأت أنها تقوم بتوزيع الزبيب على الأهل والجيران فهذا يدل على تيسير الولادة. رؤية شرب عصير الزبيب يدل على السعادة الزوجية وسعادتها بعد ذلك بمولودها الجديد. تفسير حلم رؤية الزبيب للمطلقة. رؤية الزبيب في منام المطلقة دلالة على راحة البال ونهاية الأحزان. رؤية الزبيب بكميات كبيرة يدل على استقرار مادي وقد يدل على وظيفة مرموقة. رؤية الزبيب والتمر وكأنها تتناولهما معا دلالة على زوال الكرب والهم وإقبال السعادة عليها. تفسير رؤيا أكل الزبيب الأسود في المنام. الزبيب سواء كان أحمر أو أسود يدل على الخير، وإعطائه في المنام يدل على الزواج للفتاة، وإذا رأت المتزوجة أنها تعطي زوجها الزبيب فيدل ذلك على الحب والود بينهما. رؤية أكل الزبيب الأسود بشراهة ونهم يدل على كثرة الخير والبركة في المال. رؤية توزيع الزبيب الأسود في المنام يدل على التخلص من الهموم والأحزان. رؤية الزبيب الأسود في منام الرجل والمرأة دلالة على المكاسب المادية وسعة الرزق. ورؤية أكل الزبيب الأسود يدل على فرحة غامرة ومناسبات سعيدة كحفل خطوبة أو زواج أو مولود جديد في العائلة.